عارف اقول ايه ولا ايه؟ انا بقول لكم الموضوع ده لو حصل تاني. يا رضا، اللواد بابي وعمر باربي انفصلوا عن بعض. خبر انفصالهم فيه تفاصيل كتيرة بعد أيام بس من رجوعهم. يا ترى إيه سبب انفصال الاتنين عن بعض؟ إيه اللي قالته باربي لجمهورها؟ وإيه حال عمر دلوقتي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت انتشرت فيديوهات لعمر باربي ويا رضا اللواد بابي وهم بيعلنوا خبر انفصالهم. خبر كان صعب وشديد على كل متابعينهم ومحبيهم اللي حابين ان الاتنين يكملوا مع بعض. يارا وعمر ليهم متابعين كتير على السوشيال ميديا والمنصات المختلفة. جمهور بيتابع قصة حياة الاتنين مع بعض من زمان جدا، من بداية ظهورهم على الانترنت وحب الاتنين لبعض. يارا دلوقتي بابي وعمر باربي دلوقتي اعلنوا انفصالهم، وهم كانوا لسه راجعين لبعض من فترة صغيرة جدا. الاتنين دلوقتي انفصلوا تاني. عمر ظهر في لايف ليه على تيك توك وهو باين عليه التأثر جدا والزعل، الدموع كانت بتنزل من عينه وباين عليه انه زعلان. هو شايف ان يارا دلوقتي بابي ما تتعوضش. وبالمناسبة لقب دلوعه بابي ده معروف بيه عند الجمهور، وكمان بينزل لها بيه اخبار على المواقع الاخباريه المختلفه. هي مشهوره بكده وعلاقتها بعمر كمان. عمر في اللايف اللي طلعوا ده قال انه جرب كل حاجه وما بقاش في حاجه ما عملهاش. مش معروف بقى ايه اللي جربه ولا قصده ايه بالكلام ده، بس هو واضح كده انه متاثر جدا وزعلان في الوقت اللي عمل فيه اللايف. خلال اللايف ده حاول جمهور عمر انهم يوجهوا ليه الدعم على قد ما يقدروا، وفي كتير بعتوا له هدايا من بتاع التيك توك، يمكن عايزين يدعموه بالشكل ده. اما بقى بالنسبه ليارا دلوعه بابي، فهي طلعت هي كمان في لايف ووضحت كام جزئيه كده في العلاقات اللي زي كده. قالت ان الستات سهل جدا ان الراجل يراضيها ويكسبها، بس لو عمل شويه حاجات. يارا دلوعه بابي قالت ان الست بتحتاج بس من شريك حياتها انه ياخد بالها منها ويدلعها في الرايحه والجايه، بتعملي ايه ما بتعمليش ايه، يشاركها حياتها وتفاصيلها. الراجل لو عمل كده مع شريكه حياته هيكسبها اكيد، وهي هتحاول على قد ما تقدر انها تخليه اسعد واحد في الدنيا. كمان ردت يارا على سؤال واحده من متابعينها سالتها عن سعادتها من عدم سعادتها وقت رجوعها المره اللي فاتت لعمر، ويارا قالت انها اكيد كانت سعيده هي وعمر، والا ما كانوش رجعوا لبعض المره اللي فاتت. ووضحت يارا انها الفتره دي شايفه ان ربنا مش مقدر لهم انهم يكملوا مع بعض بقيه حياتهم، ودعت لعمر ان ربنا يوفقه في حياته اللي جايه، هي كمان ان ربنا يوفقها في حياتها الفتره اللي جايه، وكل الاحترام والتقدير ليه. اكدت يارا في اللايف بتاعها اكتر من مره انها ما شافتش من عمر اي حاجه مش كويسه، وان هو كمان ما شافش منها حاجه مش حلوه. اللافت بقى ان جمهور يارا دلوعه بابي بدا يلاحظ عليها انها بقت جميله اكتر وزادت حلاوه بعد ما اعلنت خبر انفصالها عن عمر. في واحده كتبت لها كده في تعليقات اللايف بتاعها، ويارا ردت عليها وقالت تسلمي، تقصد جمهورها يعني انهم شايفينها بقت حلوه علشان هم اصلا بيحبوها. في النهايه بقى تحبوا تقولوا ايه ليارا بعد خبر انفصالها؟